مستشفى العدان روح شوفه. مستشفى العدان أقدم مستشفى بالكويت مع الأسف، وأكبر مستشفى وأسوأ مستشفى. أنا بسأله سؤال وزير الصحة، كم الأخطاء الطبية بمستشفى العدان مقارنة بالمستشفيات الأخرى؟ ماشي. وحالات الوفيات، خلي يطلع لي كم عدد الوفيات بمستشفى العدان مقارنة مع المستشفيات الأخرى؟ أسوأ مستشفى. كل يوم نسمع أكبر مستشفى فيه أخطاء، أكثر عفوا مستشفى فيه أخطاء طبية هو مستشفى العدان مع الأسف. ليش كثرة الأمراض مستشفى العدان؟ ليش الأخطاء الطبية موجودة بمستشفى العدان؟